السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبداو مع درس جديد من السينيالي دي بيريكولو. راه قسمتهم ليكم، ما درتهمش كاملين. كل فيديو غادي نحط لكم فيه واحد جوج ولا ثلاثة. أنا تنبغي نشرح مزيان باش كل شي يستافد، الناس كاملين باش يستافدوا مزيان، باش تعرفوا كل حاجة بالتدقيق، لان البيرمي اهم حاجه فيه هي التدقيق. خصنا نعرفوا اي حاجه ونعرفوا الكلمات، وانا تنبغي نشرح لكم حتى الكلمات باش تعرفوهم وتكتبوهم عندكم ويبقاو عندكم لان غادي تحتاجوهم. ومرحبا بالناس اللي يلا انضموا للقناه ديالنا، ومرحبا بالناس اللي كانت معايا من الاول، وتنتمنى كلكم تفعلوا الجرس باش فيما حطيت شي درس ان شاء الله يوصل لكم ونستافدوا كاملين. وتنتمنى الناس اللي باقا ما تسجلاتش معايا تسجلوا معايا باش تعم الفائده بالنسبه لكل شيء للجميع. دابا غادي نبداو ان شاء الله، غادي نبداو بالدرس الاخر ديال سينيالي دي بيريكولو. الدرس ديال اليوم هو سينيالي دي بيريكولو دي كورفا بيريكولوزا ادسترا. E un segnale di pericolo che pronuncia di norma a 150 metri una curva pericolosa a destra, ossia un tratto di strada non rettilineo pericoloso per ridotta visibilità. يعني هاد السينيالي هذا تلقاو عادة على 150 متر كيف ما قلنا في الدرس اللي فات. اون كورفا بيريكولوزا ا ديسترا، واحد الدورة خطيرة على اليمين. وسي ان تراتو دي سترادا نون ريتينيليو بيريكولوزو بير ريدوتا دي فيزيبيليتا، واحد الطريق غير مستقيم خطير لحقاش النظر محدود. بو اسيري انتيغراتو كون البانيلو كولا سكريتا تورنانتي كيف ما تتشوفو في الصورة. هاد الصورة هادي ما دايرينش فيها تورنانتي، دايرين على بعد 320 متر غادي نلقاو لا كورفا. يو بورتونو فاري بارتيكولاري اتنسيوني ال فيكولي بروفينينتي دل سنسو اوبوستو. كيف ما تتشوفوا في الصوره قالك باننا خصنا ناخذ الحذر من الطوموبيلات اللي سي جايين في السونس كونترير ديالنا. سنسو اوبوستو تتسمى سنسو اوبوستو. Si posto sul strada a doppio senso di circolazione con due soli corsii. Si deve circolare più possibile vicino al margine destro. يعني كيف ما تشوفوا في الصورة، خصوصا إذا كانت الطريق مكونة غير من جوج طرقان، وحدة تدي وحدة تجيب. دوبيو سينسو دي تشيركولاسيوني، خاصنا ناخدو الحذر الكامل ديالنا ونحاولو ما أمكن نمشيو جنب الخط الأيمن من الطريق. È necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità, al raggio della curva, per potersi arrestare in caso di un ostacolo improvviso. Khassna nadmo sur'a dialna bash ilqina shi ostacolo, ilqina shi khatar qdamna nqadru nwaqfu. È necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni dal carico dal veicoli. Khassna nadmo sur'a dialna kadalik ala hasab tqul dial tonobil wala ala hasab al carico dial tonobil. مثلا بورت باجاج ولا تقول ديال الطوموبيل، الكاريكو اللي عندنا في الطوموبيل خصنا ننظموا السرعه ديالنا على حسب الكاريكو اللي عندنا في الطوموبيل. انيسيساريو بيركوريري لا كورفا كون بيو اتنسيوني سي لا سترادا ايبانياتا، يعني باننا خصنا ناخذوا الحذر ديالنا الكامل وننظموا السرعه ديالنا، خصوصا اذا كانت الطريق بانياتا، اذا كانت الطريق فازقه يعني تكون صابه الشتاء ولا يكون تلج داب ولا. Non è consentito effettuare fermata, sosta, manovre di retromarcia, inversioni di marcia. ممنوع، non è consentito، ممنوع لنا نديرو نوقفو لا fermata لا sosta، ممنوع لنا التوقف والوقوف
وممنوع نديرو لي مانوفري دي ريترو مارشا، يعني ممنوع علينا نرجعو مارشا ريير، وممنوع انفيرسيوني دي مارشا، وممنوع علينا نقلبو الطريق نرجعو بحال ندورو ونرجعو. Non è consentito il sorpasso di alcuni tipi veicoli se la carreggiata ha doppio senso di circolazione e con due soli corsie, neanche se non si supera la striscia bianca. Tieni Ulina, BN, ممنوع علينا ندوبلو. حتى شي انواع ديال لي فييكول، انواع ديال مثلا موتور ولا مثلا بالشكليت ولا شي حاجه، ممنوع لينا ندوبلوهم، واخا غادي ندوبلوهم وما غاديش نفوتوا الخط الابيض اللي في الوسط، ممنوع. هذه راه تلقاوها بزاف في البيرمي، في لاكويت تلقاوها بزاف في الكويت، تيقول لك واش ممكن تسور باسي في لا كورفا واخا ما تفوتيش الخط هذاك الخط للوسط؟ لا، ما يمكنش، ممنوع السور باسو في لا كورفا، خصوصا كون دوي سولي كورسي دي مارشا، يعني سولو دوي كورسي دوبيو سينسو دي تشيركولاسيوني، ممنوع علينا ندوبلو، خصوصا الا كانت الطريق كما تنشوفو في الصوره فيها سولو دوي كورسي دوبيو سينسو دي تشيركولاسيوني، يعني طريق تدي وطريق تجيب، ممنوع الدوبلاج ولو كانت غير بشكليطه، ما يمكنش ندوبلو. Si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola con il ruotino rotta di soccorso. يعني خصنا ناخذ الحذر، خصوصا الا كنا مركبين الطوموبيل كما تنقولوا رويضه سوكور، خصنا نكون عقلوا عليها هذه، عقلوا عليها هاد الروتا دي سوكورسو، راه هي الروتينو، إلا كنا مركبينها خاصنا نديرو هذيك لا كورفا بواحد الحذر. يكون سنتيتو il sorpasso، ممكن نتجاوزو ولا ندوبلو في لا كورفا، هاد لا كورفا اللي تنهضرو عليها دابا، سي لا سترادا ا سينسو اونيكو، يعني هاد الطريق غير في اتجاه واحد، غير تتدي لا سترادا ا دوي كورسي بير اوني سينسو دي مارشا، توتالي 4 كرسي، يعني تكون عندنا هاد، تكون عندنا في هاد لا، تكون هاد لا كورفا في واحد الطريق اللي فيها 4 ديال لي كرسي. شنو تتعني 4 ديال لي كرسي؟ جوج تي بيرلانداتورا تيديو وجوج تيجيبو. دابا السينيالي ديال كورفا بيريكولوزا اسينيسترا، نفس الخصائص ديال لا كورفا بيريكولوزا ادسترا، كيم غير هذيك ادسترا وهذه اسينيسترا نفس الشيء. غادي ندوزو سينيال اون الترو سينيالي دي بيريكولو، كيف ما تشوفوا في الصوره، هذا اون سينيالي دوبيا كورفا لا بريما اسينيسترا، اي اون سينيالي دي بيريكولو كي برينونشا دي نورما 150 متر، una doppia curva pericolosa di cui la prima a sinistra, ossia un tratto di strada non rettilineo pericoloso per ridotta visibilità. يعني كيف ما في الاول سينيالي 150 متر تلقاوه، هذا واحد المجموعه من لي كورفي ومجموعه من الدورات في الطريق، لاول كورفا غادي نلقاوها هي على اليسار، واحد الطريق غير مستقيم اللي النظر فيه محدود. Può essere integrato con il pannello con la scritta tornante per indicare la presenza di tornante، كيف ما شفنا في الفيديو، كيف ما شفنا في السينيالي دي بيريكولو السابق، con il pannello estesa che indica l'estensione dal tratto pericoloso، كيف ما تشوفوا في هاد الصوره اللي على اليمين، هذيك على ديك لا فريتشا في داك البانيلو مكتوب 38 متر، ودايرين دوي فريتشي في الجناب ديالو، يعني بان هاد الطريق اللي فيه هاد التورنانتي اللي فيه هاد لي كورفي غادي الطول ديالو 38 متر، هاد 38 متر في هاد الطريق هادي اللي غادي تكون فيها لا كورفا، هي اللي تتعني استيزا، خصكم تعقلوا على هذه الكلمه، يعني استيزا يعني طول الطريق اللي غادي يكون فيها هاد لا كورفا، كون البانيلو
distanza, che indica la distanza dalla zona pericolosa. كيف ما تنشوفوا في الصورة اللي على اليسار، فين دايرين الأحمر، فين شفتوا في الطريق راه رسمين بالأحمر باش يبينوا لينا على بعد اللي ما كاينش فيها لي فريتشي. راه شفتوا في هذاك البانيلو ما كاينينش لي فريتشي، تتعني لنا بان على بعد 32 متر غادي يبدا لنا الخطر، يعني غادي تبدا لنا هذيك الطريق اللي فيها لا كورفا، غادي نلقاو لا كورفا قدامنا على بعد 32 متر. راهم دايرين لنا الرسم بالاحمر، فين غادي تشوفوا راه كاين فرق ما بين الصوره اللي على اليمين والصوره اللي على اليسار. الصوره اللي على اليمين هي اللي قلت لكم في الاولى استيزا، تتعني راه يعني الطول ديال الدوره. ملي تتلقاو لي فريتشي تعنيو لينا الطول ديال الدوره او الطول ديال دوك لي كورفي. اما الصوره اللي على اليسار ما كاينينش لي فريتشي لتحت، وكاتبين لينا 32 متر، ورسمين لينا هذاك في الطريق رسمين دايرين داك اللون الاحمر باش يبينوا لينا على بعد 32 متر غادي نلقاو واحد لا كورفا بيريكولوزا. دابا غادي نشوفو لي ريغولي ديال هاد لا كورفا هادي، اللي هما نفس لي ريغولي اللي شفنا في لي سينيالي اللي فاتوا ديال كورفا اداسترا وكورفا اسينيسترا. غادي نحاول غير نقولهم لكم باختصار لانهم تيتشابهوا بلا ما نبقى نطول عليكم في الفيديو. فاري اتنسيوني الفيكولي اسنسو بوستو، يعني خصنا ندير واحد الحذر من الطوموبيلات اللي جايين في سونس كونترير ديالنا، ونحاولوا ما امكن نمشيو في الجهه اليمنى من الطريق، يعني فيتشينو المارجيني ديسترو. نحاولوا ما امكن نمشيو قرب هذاك الخط الابيض اللي على اليمين. ريغولاري لا فيلوتشيتا اي ريلاسيوني الا فيزيبيليتا، خصنا ننظموا السرعه ديالنا على حسب النظر ديالنا، لان في لي كورفي تيكون النظر محدود، ولا ننظموا السرعه ديالنا على حسب الكاريكو ديال الطوموبيل، على حسب الثقل ديال الطوموبيل، ولا حسب شحال الطوموبيل هازين فيها ديال الثقل ولا بورت باجاج، باش نعرفوا كيفاش نوقف الطوموبيل الى لقينا شي اوستاكولو في الطريق. الى لقينا شي اوستاكولو نكونوا متمكنين من الطوموبيل ديالنا باش نقدروا نوقفوها، ونريغولي ولا فيلوتشيتا ديالنا السرعه ديالنا على حسب الطريق. الى كانت بانياتا، الى كان طريق فازغا، نوني كونسنتيتي اوفيتواري لا فيرماتا سوستا مانوفيري دي ريترو مارشا انفيرسيوني دي مارشا. ممنوع لنا التوقف، ممنوع لنا لا فيرماتا التوقف ولا الوقوف. لا سوستا مانوفري دي ريترو مارشا، ممنوع لينا نديرو شي مانوفرا ديال ريترو مارشا، يعني نرجعو مارشاريا في الطريق في لا كورفا. انفيرسيوني دي مارشا، ممنوع لينا ندورو في الطريق ونرجعو. كونسنتيتو il sorpasso di alcuni tipo veicolo se la carreggiata è a doppio senso di circolazione con due soli corsie neanche se non si سوبرا لا ستريتشا بيانكا، يعني ممنوع ندوبلو، وخصوصا الى كانت الطريق كما تنشوفوا في الصوره فيها غير دوي غير دوبيو سينسو دي تشيركولاسيوني، اللي هو جوج طرقان، وحده تنمشيو فيها حنا وحده تيجو فيها لي التري فيكولي الطوموبيلات الاخرين اللي تيجيو من سونس كونترير ديالنا. ممنوع ندوبلو، واخا اي فيكولو كان اللي كان بشكليطه ولا موتور اللي كان، ممنوع دوبلاج نهائيا. Se devi viaggiare ad andatura particolarmente moderata, se si circola con il routino rotta di soccorso. خصنا ننظموا السرعه ديالنا خصوصا الا كنا مركبين ديك رويضه سوكور اللي هي روتا دي سوكورسو. اي كونسنتيتو il sorpasso se la strada ha senso unico، مثلا ممكن نديرو الدوبلاج في لي كورفي، ممكن ندوبلو الا كانت الطريق عندها غير سنسو اونيكو. سنسو اونيكو يعني غير تدي، ما كاينش عندنا سونس كونترير، ما كاينش طوموبيلات اللي تيجيو في اتجاه المعاكس ديالنا. لا سترادا ا دوي كورسي بير اوني سنسو دي مارشا توتالي كواترو كورسي، يعني الا كانت الطريق كبيره وكان فيها جوج طرقان تديو وجوج طرقان تجيبو، يعني غادي يكونوا 4 ديال لي كورسي.
سينيال الاخر دي بيريكولو اللي هو دوبيا كورفا لا بريما ادسترا، نفس الخصائص ديال لالترو سينيالي ديال دوبيا كورفا لا بريما اسينيسترا، غير هذا على اليمين والاخر على اليسار. سالينا الفيديو ديال اليوم، تنتمنى يعجبكم وتنتمنى الشرح ديالي يعجبكم، وتنتمنى نكون خفيفة الظل عليكم. إن شاء الله إلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله، مع إشارة مرور وحدين أخرين. وتنتمنى منكم اللي باقي ما تسجلش معايا يتسجل معايا، وديروا لي لايك وفعلوا الجرس باش أي حاجة أي فيديو حطيته يوصل ليكم، وباش انا تشجعوني ونزيدوا القدام ان شاء الله. واللي بغى اللي عندها شي تساؤل ولا شي حاجة اكتبوها ليا في التعاليق، وان شاء الله غادي نجاوبكم.